السلام عليكم. بعد تعدد وتباين كبير في المواقف، أبدت وزارة الخارجية الروسية قلقها من خطة الحكومة اليمنية والتحالف العربي من تحرير أكبر مرفأ في اليمن، ميناء الحديدة. وقالت الوزارة في بيان لها إن القتال في تلك المنطقة سيؤدي ليس فقط إلى مأساة إنسانية جديدة، بل إلى نتائج كارثية على مستوى الإغاثة أيضا. هذا البيان الذي أثار نقطة جدل أخرى حول طبيعة الموقف الروسي تجاه الأزمة اليمنية، جاء عقب الخطة التي أعلن عنها التحالف أو قوات الجيش اليمني في وقت سابق، والتي تحدثت أن الحديدة ستكون النقطة الاستراتيجية بعيد معارك الساحل الغربي. نقف أمام هذا الحدث لنناقشه في محورين: دلالات وأبعاد بيان الخارجية الروسية تجاه الأزمة في اليمن، وماذا يمثل توقيت إعلان هذا الموقف بالتزامن مع عقد اجتماعات دولية لدراسة خطة أممية للحل السياسي في اليمن. من جديد تتحرك الدبلوماسية الروسية في طريق إحداث تغيير في مسار الحل السياسي في اليمن، تحرك يصفه مراقبون بمثابة المساعي الحثيثة التي تقوم بها روسيا لدعم حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة من ضمنها إيران، فيما يراه آخرون بمثابة إنعاش توجهها السابق في طريق إيقاف العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نتابع هذا التقرير. تحرك روسي جديد بشأن اليمن، هذه المرة تجاوز إطار الحديث عن واقع التطورات السياسية لينتقل مباشرة للإعلان عن موقفه تجاه التطورات الميدانية. وإن كانت التحركات الروسية في السابق منحصرة في أروقة الدبلوماسية وممثلي الموقف الروسي على مستوى السفارات، إلا أنها اليوم تتجاوز ذلك بكثير لتعلن موقفها في بيان لوزارة الخارجية نفسها. بيان من حيث التوقيت جاء استباقيا لنتائج اجتماع الرباعية الدولية في لندن، الاجتماع الذي يناقش الخطة المعدلة للمبعوث الأممي فيما يخص الأزمة اليمنية. المسرح العملياتي الأخير في الساحل الغربي والذي بدأت نتائجه العسكرية مرجحة لصالح الشرعية كان هو المحطة الرئيسية لهذا الموقف الذي وصفته روسيا بالكارثة الكبرى على المستوى الإنساني، وأنه أيضا سيعمل على تنشيط تحركات عناصر تنظيم القاعدة بعد أن عززوا مواقعهم في مختلف أنحاء البلاد. الخارجية الروسية لم تتوقف عن التحذير من التطورات التكتيكية في مربع المواجهات العسكرية بداخل منطقة الساحل الغربي فقط، بل تجاوزت ذلك للحديث عن المخطط الاستراتيجي لطبيعة المعركة، حيث أبدت قلقها من أي تحرك باتجاه مدينة الحديدة التي تحوي أكبر ميناء في اليمن، مؤكدة أن المعارك في هذه المنطقة لا مفر من أن تتسبب بنزوح جماعي للسكان، ما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على المستوى الإنساني. هذا البيان اعتبره مراقبون بمثابة دعم غير مباشر لجماعة الحوثي وحليفها بعد اتساع دائرة التطورات الميدانية التي لا تمضي في صالحهم في الآونة الأخيرة، وأنه تحرك يندرج أيضا ضمن مساعي روسيا السابقة لاستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بوقف العمليات ضد الحوثيين واللجوء إلى الحل السياسي، فيما يراه آخرون بمثابة تناقض مع المواقف السابقة التي كانت تؤكد فيه روسيا دعمها لكيان السلطة الشرعية بغض النظر عن واقع الخارطة السياسية لتحالفاتها في الشرق الأوسط. توجس روسي جديد من طبيعة العمليات العسكرية في اليمن، وتوجس مجتمعي آخر من طبيعة تحركات روسيا في طريق إحداث اختراق في جدار الأزمة بشكل لا ينتصر لفكرة الدولة ووجودها. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي علي الصراري. سيد علي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. بداية، كيف تقرأ البيان الأخير للخارجية الروسية حول ضرورة إيقاف عمليات التحالف العربي بشكل عام، وأيضا إيقاف العمليات العسكرية في الساحل الغربي بشكل خاص؟ أرى أن الخارجية الروسية أخذت الموقف الذي يتناقض فعلا مع مواقفها السابقة التي كانت تؤكد على دعمها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، نعم، وعلى شرعية الحكومة اليمنية، وكانت تعبر عن تمسكها بالحل القائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. الآن الواضح
أن هذا البيان الصادر عن الخارجية الروسية هو يتناقض مع هذا الموقف، مع أنه يمكن أن يطرح مبررات إنسانية لهذا الموقف من زاوية أنه إبقاء الحديدة كمنفذ للمواد الغذائية والإنسانية وإلى آخره، لكن أعتقد أنه تعبيرهم عن رفض يعني رفض العملية العسكرية اللي تسمى بالرمح الذهبي والتي تهدف إلى منع الحوثيين وجماعة علي صالح من الحصول على الأسلحة القادمة إليهم من إيران، أعتقد أن هذا موقفا غير ودي، وأن على روسيا أن تراجع هذا الموقف. نعم، ولكن سيد علي، يعني كيف يمكن تفنيد التحولات في هذا الموقف الروسي، خصوصا مع وجود الازدواجية الواضحة في المواقف الروسية؟ طبعا هذه هي نقطة ضعف في السياسة الروسية إزاء المنطقة، هي حتى هذه اللحظة لم تستطيع أن تأخذ موقف واضح وقوي ومستقر من مشكلة المنطقة، وإنما نجدها تتنقل من هذا الموقف وذاك بتأثير حسابات صغيرة تعتقد أنها تكسب هنا أو هناك. أنا أعتقد أن التصرف بهذه الطريقة لا يخدم بلد كبير مثل روسيا، بل يسيء إليها، وعليها مسؤولية في هذه الحالة أن تراعي أن شعوبنا تعاني من هذه الانقسامات الداخلية ومن هذه الحروب، وأن واجب الدولة الكبرى ذات التأثير على المستوى العالمي أن تراعي هذه الحقيقة وأن تعمل على يعني مساعدة هذه الدول في تجاوز المشكلات التي تعاني منها. نعم، سيد علي تكرم بالبقاء معنا، سنشرك معنا أيضا في النقاش، سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أيضا علي الأحمدي. مرحبا بك سيد علي، أو عادل عفوا. حياكم الله وحيا الله سيد علي الصراري وجميع المشاهدين الأكارم. أهلا بك سيد عادل. إذا ما تحدثنا عن التحذيرات الروسية من انتقال المعارك إلى الحديدة في ظل حديث متداول من قبل مراقبين عن عودة غموض الدور الروسي تجاه الشرعية، كيف تقرأ تفاصيل هذا البيان؟ أولا أنا أنظر البيان بشقين، النظرة الأولى إيجابية، وهو أن هذا البيان يدل دلالة أكيدة على أن هناك معركة حقيقية قادمة باتجاه الحديدة. والمعركة باتجاه الحديدة معناته أن الطريق إلى صنعاء يصبح أكثر سهولة ويسرا، لأن البوابة الغربية للوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء هو دائما كانت دائما هي الأيسر والأسهل على مدى التاريخ، هذا أولا يعني لاستعادتها وإسقاط الغزاة الذين دخلوا إليها والانقلابيين الذين عايش سيطروا فيها، هذا أولا. فتأتي التحذيرات الروسية ربما نتيجة ضغوط يمارسها أصدقاء السفير الروسي في صنعاء. نعرف أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان يداوم عند الرئيس عند السفير السوري الروسي باستمرار لاستدرار تعاطف روسيا، ويحاول قدر الامكان ان ينتزع شيء من التعاطف ومن المواقف الروسيه، وهذا ربما من اسقاط الحرج. لو لاحظنا في البيان الروسي، وهذه مهمه جدا، لو لاحظنا البيان الروسي في ختامه يركز على مساله ان العالم لا يلتفت الى ما يحدث في اليمن، وانما لديه اهتماما مفرطا ان لديه اهتماما مفرطا بالاحداث في سوريا. فمن هنا ايضا ممكن ان نفهم ان البيان الروسي ياتي لمحاوله تخفيف الضغط للجرائم التي يرتكبها الروس داخل روسيا داخل سوريا، يعني بمعنى ان الروس يرتكبون جرائم بالقصف والطيران بسوريا بشكل عنيف جدا، فهم يحاولون بعد القصف الاخير الذي حدث في الخوخة يريدون ان يقولوا لسنا وحدنا من يرتكب الجرائم، انما ايضا الطيران التحالف العربي ايضا هذا القصف
شنخوخة وما إلى ذلك. فمن هنا سنفهم عند العبارة الأخيرة التي انتهى إليها بيان الخارجية الروسية، نفهم مغزى هذا البيان الذي أعتقد أنه ليس تحولا في الموقف الروسي كثيرا تجاه الأزمة اليمينية بقدر ما هو محاولة لتخفيف الضغط العالمي على سوريا في روسيا على نعم. روسيا لكن في سوريا أيضا نعم. سيد علي، هي هناك دعوة من في هذا البيان لخارطة الطريق اسمتها بالطريق المتوازية، في أي سياق يمكن فهم الضغط الروسي لإيقاف نقل المعارك نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدة وغيرها، مع الدعوة أيضا لخارطة الطريق اسمتها بخارطة الطريق المتوازية؟ لن يستطيعوا على الإطلاق أن يفعلوا شيئا. أولا روسيا ليست مهتمة كثيرا، هذا يجب أن نعرفه، ليست مهتمة كثيرا بإنقاذ الحوثيين في اليمن صراحة، هذا يجب أن نعرفه. ربما يكون يعني اهتمامها الكبير بسوريا، يعني اهتمامها بسوريا أكبر بكثير، وموقفها إلى الآن في اليمن رغم هذا، حتى رغم حتى البيان الأخير، لا يزال الموقف الروسي في اليمن أفضل بكثير مما يأمله أصدقاء روسيا نفسهم. يعني علي عبد الله صاحب الحزيم يأملون من الروس طبعا مواقف أكبر من هذه، يأملون من الروس أن يمدوهم بما هو أكبر طبعا، باعتبار أنه هناك أيضا حلف من نوع ما بين الصين وروسيا وإيران والانقلابيين هم عملاء إيران. إنما الذي أعتقده جوابا على سؤالك أنهم لا يستطيعون أبدا أن يقفوا حجر عثرة أمام تحرير بقية المناطق اليمنية، وكان الأحرى بالروس طبعا أن يبدو هذا القلق الذي أظهروه الآن تجاه ميناء الحديدة، أن يظهروه على صنعاء وعلى بقية المناطق اليمنية حين سقطت في يد الإنقلابيين، والإنقلاب هو سبب كل المشاكل والمآسي التي يعانيها اليمنيون منذ ما قبل 21 من سبتمبر 2014 وحتى اليوم. نعم، وأيضا الحصار الذي تقوم به الميليشيا كانت في تعز قبل فترة، لا يوجد أي موقف حينها من تجاه يعني من الجانب الروسي. ابقى معي سيد عادل، سأعود بالسؤال إلى السيد علي الصراري. سيد علي، يعني كيف تنظر إلى دلالات التوقيت في إصدار هذا البيان بالتزامن مع اجتماع الرباعية الدولية في لندن لبحث خطة حل للأزمة اليمنية والعودة إلى المسار السياسي؟ أولا روسيا ليست عضوا في الرباعية، ولهذا يجب أن نعرف أن روسيا يعني لديها رد فعل من نوع ما إذا مشاركة عالمية مستبعدة هي فيها. أنا أعتقد بأن روسيا دولة كبيرة، ولا يجب أن نسير باتجاه استفزازها وباتجاه أن ندفعها دفعا نحو مواقف أكثر سوءا، يعني فيما يتعلق بتعاملها مع الإنقلابيين سواء كان علي صالح أو كان الحوثيين. نحن نعرف أن الحوثيين وعلي صالح يحاولوا أن يحصلوا على أي موقف إقليمي أو دولي يعترف بهم ويتعامل معهم على أساس أنهم قوة شرعية يعني، وبالتالي يعني يكونوا في هذه الحالة قد حصلوا على نوع من الانقسام في الموقف الدولي والإقليمي. نعم. الذي يرفضهم والذي يدعوهم إلى التخلي عن السيطرة على البلد بوسائل القوة، ويدعوهم أيضا وفقا لقرار مجلس الأمن بتسليم السلاح إلى الدولة اليمنية وأن ينخرطوا بالحوار السياسي، ولكن ليس من موقع امتلاك السلاح ولكن من زاوية أخرى. نعم. وهي العمل مع الأطراف الأخرى من أجل حل سلمي يحقق الأمن والاستقرار للبلد. نعم سيد علي، أيضا كثرة التوجسات علينا أن ندرك. أكمل بأن أصدقاء علي صالح وأصدقاء الحوثيين لم يبدر منهم حتى الآن موقف
يعني قائم على الاعتراف بهم واعتبارهم قوة. طبعا العلاقة معهم قائمة ولكن دون ما اعتراف شرعي. حتى إيران لم تقدم على خطوة من هذا اللون. نحن مصلحتنا كبلد في أن نمكن القوى الانقلابية من أن تحصل على انزلاقة في الموقف الدولي، ولهذا أنا أرى بأنه نحتاج إلى تحرك خارجي قوي ومؤثر يجعل روسيا تدرك بأن الموقف الذي صدر عن وزارة الخارجية لا يخدم مصالح روسيا، وإنما يعني يسيء إلى علاقتها التاريخية باليمن، وهي علاقة قديمة سواء كانت مع جنوب اليمن أو شمال اليمن. وأن ما يحفظه اليمنيون من ذكريات عن هذه العلاقة هي الآن يعني تتعرض للهدم، وعلى روسيا وعلى وزارة الخارجية الروسية تحديدا أن تدرك أن إصدار بيانات من هذا النوع بتأثير التحركات المشبوهة لعلي صالح وعناصره هي ليست في صالح سمعة روسيا، هي إساءة كبيرة لمصلحة، هي إساءة كبيرة لسمعة دولة كبيرة يستطيع مثل هؤلاء يعني أن يؤثروا عليها. ويعني ما يفعله الآن هذه الوفود، ما تفعله الآن ومن ضمن هذه الوفود وزير الخارجية السابق الذي يعني متواجد وبشكل دائم في روسيا، والهدف من هذا التواجد هو أن يؤثر على موقف روسيا وأن يستميل مواقفها لصالح الانقلاب ولصالح القوى التي يعني وهذا ما يحتاج إلى تحرك فعلي من قبل وسائل القوى الخارجية في حكومة الشرعية. هذا يتعارض تماما مع تاريخ روسيا، تاريخ العلاقات اليمنية الروسية، ومع مصلحة روسيا الحقيقية القائمة على أساس يعني التعاون مع اليمن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسيء لحق اليمن في السيادة والاستقلال وما يحقق لها الأمن والاستقرار. هذا الموقف الآن الذي اتخذته الخارجية الروسية يتعارض تماما مع مصلحة روسيا ومع السجل التاريخي للعلاقات بين اليمن وروسيا. نعم سيد علي، ابقى معي سأعود بسؤال لضيفي الآخر المحلل السياسي عادل الأحمدي. سيد عادل، في بيان الخارجية الروسية ركز البيان أيضا على العمليات التي تقوم بها طائرات التحالف في اليمن دون أن يتحدث عن وجود تصعيد واستهداف للمدنيين من قبل جماعة الحوثي. كيف يمكن القول أن هذا يعني انحياز واضح لصالح سلطة الانقلاب في صنعاء؟ البيان بمجمله سواء من حيث توقيته، سواء من حيث ما نقاط القلق التي أبداها، سواء من حيث الزوايا التي أهملها أو التي ركز عليها، البيان بمجمله لا يصب أبدا في صالح سمعة السياسة الخارجية الروسية، خصوصا في الملف اليمني الذي يعتبر إلى الآن الروس إلى الآن لم يرتكبوا أخطاء منذ بداية الانقلاب حتى الآن، رغم تهافت الانقلابيين على أبواب السفير الروسي كما ذكرت سابقا. فلهذا أعتقد أن هذا البيان لا يشكل انعطافا حقيقيا بقدر ربما ما يشكل حالة انفعالية ربما لها تأثيرا لها تأثير معين بالوضع والضغوط على التي الدولية التي تمارس على الروس في سوريا. وأعتقد أن الروس سوف يدركون أن البيان هذا لم يكن موفقا على الإطلاق. وأنا مع الأستاذ علي أن روسيا دولة كبيرة ومهم موقفها في الأزمة اليمنية، ونحن الآن نقدم لها عتب ولا نقدم أبدا أي استفزاز يغير من موقف. لكن هذا الموقف سيد عادل، سيد عادل هذا الموقف إلى أي مدى يمكن أن يصل إليه التأثير في الشأن السياسي اليمني؟ يعني هل يمكن قراءة ذلك في سياق الموقف الذي يرغب بتخفيف وطأة التوجه الأمريكي الجديد ضد إيران؟
لا لا أعتقد أنه سيكون للموقف الروسي أو البيان الروسي أي تأثير على مجريات عملية التحالف أو على التدهور الدراماتيكي الذي يحدث الآن لقوى الانقلاب. كذلك فيما يتعلق بال يعني لا يبدو أن 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 هذا الموقف له علاقة كثير بسياسة ترامب الجديدة تجاه إيران، إنما لا يستبعد أنه بسبب تزامنه مع اجتماع الرباعية أن روسيا تريد قدر الإمكان أن تدخل في الملف اليمني كدولة خامسة، وأعتقد أنها بسبب انغماسها في الشأن السوري إلى حد كبير لا يعني لا تحبذ هذا إلا من قبيل تخفيف الضغط عنها في سوريا لا أكثر. نعم، إذن أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي عادل الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي علي السراري من القاهرة. سيد علي، يعني في ظل معطيات ما طرح، يعني هل يمكن القول أن التوجه الروسي سيكون له تأثير أيضا على واقع الخطة الأممية للمعدلة أو والمعدة أيضا للحل السياسي في اليمن؟ ربما يكون أحد أهداف هذا الموقف هو التأثير على يعني الخطة المعدلة، ولكن أعتقد أن الموقف الرسمي اليمني هو واضح بهذه المسألة، هو موقف غير متعنت، وهو يعني يطرح بوضوح أن الحل السلمي لمشكلة اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الحقيقية التي تخدم الشعب اليمني، وهي قرار مجلس الأمن، وروسيا صوتت على هذا القرار أو لصالح هذا القرار، وعلى يعني قرار 2216، وأيضا مخرجات الحوار الوطني، وهي المخرجات التي شاركت كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في مناقشتها والتوصل في نهاية المطاف إلى إقرارها، وأيضا المرجعية الثالثة وهي المبادرة الخليجية التي استفاد منها علي صالح وحصل على العفو وحصل على يعني هذا يعني كان يجب أن يحاسب وكان يجب أن يحاكم وأن يقتص منه على كافة الجرائم التي اقترفها، ولكن المبادرة الخليجية أعطته يعني العفو بمقابل أنه يترك اليمن يتصرف في تقرير مصيره، لكن هذا المجرم لا يريد أن يتوقف عن ارتكاب الجرائم، ورغم العفو الذي حصل عليه واصل عمله يعني عمله الإجرامي، وهو عامل رئيسي في إدخال اليمن إلى الحرب الأخيرة التي أيضا صار ضحاياها يقدرون بعشرات الآلاف. الموقف الرسمي اليمني واضح بشأن هذه المسألة، أي حل سلمي يستند إلى هذه المرجعية الثلاث هي يعني هو حل مقبول وواقعي وقابل للتنفيذ ومرحب به، ما عدا ذلك لن نقبل على الإطلاق أن يأتي حل يعطي القتلة والمجرمين الحق في أن يستمروا في إدارة وفي قيادة البلد والتصرف بشأنها. نحن نسعى إلى سلام، ولكن نسعى إلى سلام حقيقي لا يكون فيه الحوثي وعلي صالح أيضا بنفس الموقف المتنفذ ونفس الموقف الذي من خلاله يستطيعون أن يطلقون الرصاص والقذائف على الناس وعلى المواطنين وعلى القرى وعلى المدن. ما يحدث في تعز مثالا على ذلك، هؤلاء لا يجب أن نسمح بأن يستمر السلاح بأيديهم، لأنهم سيستخدمونه ضد الناس ضد المواطنين، ولن تعرف اليمن هدوءا أو استقرارا إذا ما استمروا يملكون السلاح. الحل هو في أن ينزع السلاح من أيديهم، وبعد ذلك يستطيع أن يكون جزءا من المكونات السياسية والاجتماعية، وأن يتشاركوا مع الآخرين البحث
عن حلول وخيارات محددة لمستقبل اليمن. نعم، وضحت الصورة المحلل السياسي علي السراري، أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عادل الأحمدي، والشكر أيضا للمحلل السياسي علي السراري كان معي من القاهرة. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد منتج حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني ومن جميع أعضاء طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.